استطاعت هيئة الكهرباء والماء تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في مملكة البحرين، وحققت إنجازات كبيرة في مجال تطوير واستدامة الخدمات، والتي تعتبر الجزء الأساسي من خدمات البنية التحتية للمجتمع، وذلك ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية. باعتبار المواطن هو الركيزة الأساسية من ركائز التنمية المستدامة في دفع عجلة التطور والاقتصاد في مملكة البحرين للأمام، تواصل هيئة الكهرباء والماء بصفة دائمة ومستمرة مسيرة الإنجاز والتطوير، واضعين بذلك التوجيهات الملكية السامية نصب أعينهم خدمة للمواطنين وكل مقيم على هذه الأرض المعطاة، بهدف تقديم خدمة أفضل للمشتركين. هناك العديد من المشاريع الكبيرة تنفذ، ومن أهمها محطة الدور المرحلة الثانية التي من المؤمل بإذن الله افتتاحها تدريجيا من شهر أغسطس العام 2020، والتي توفر 1500 ميجاوات من الطاقة الإضافية لمملكة البحرين، بالإضافة إلى 50 مليون جالون ماء إمبراطوري أيضا يوميا، وهذه تحقق احتياجات مستقبلية لمملكة البحرين في مجال الكهرباء والماء. هناك مشروع لتطوير نظام الفواتير الشامل في مملكة البحرين بإذن الله من خلال شركة استشارية نعملها في هذه الفترة، عندنا مشروع العدلات الذكية الذي يسهم في قراءات دقيقة ودون الحاجة لقراءات تقديرية، باكورة من المشاريع نطلقها خلال المرحلة القادمة لخدمة الفرد والمشترك بدعم وتوجيهات من الحكومة المقرة. هذا وتحرص هيئة الكهرباء والماء كونها العامل الرئيسي في التنمية الحضارية على توفير خدمتي الكهرباء والماء بأعلى درجة من الموثوقية والجودة من أجل تنمية مستدامة، كما تعمل حاليا بإسناد على جزء مهم من عملياتها للقطاع الخاص، بغية التركيز على العمليات الهادفة لتطوير الخدمة المقدمة للمشتركين. مؤخرا تم الربط مع جمهورية مصر والمملكة الأردنية، وهذا يشكل بعد عربي أيضا للربط في مجال الطاقة البديلة. نحن نتعاون ونتبادل الخبرات مع الدول المجاورة والدول الشقيقة لنقل أفضل الممارسات ونقل المعرفة. هناك تعاون، هناك تكامل، ولله الحمد قطع نشوط متقدم في هذا المجال. من مشاريعنا المستقبلية أن احنا نوفر تطبيقات للمستهلك نفسه لمراقبة استهلاك الكهرباء والماء، وهذا مرتبط بمشروع النظام الجديد للعدالات إن شاء الله كجزء من مساهمة هيئة الكهرباء والماء في المدن الذكية المستقبلية. سنتريح بعض التطبيقات للمستهلك نفسه لمراقبة استهلاكه وترشيد استهلاكه إلى آخره. هذا أحد المشاريع القادمة في العام القادم إن شاء الله. وستنفذ هيئة الكهرباء والماء عددا من المشاريع الجديدة، وذلك تلبية لتزايد طلبات المشتركين نظرا لنمو العديد من المشاريع الإسكانية الجديدة الجاري إنشاؤها، حيث تعتبر هيئة الكهرباء والماء الداعم الرئيسي للاقتصاد لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو عمراني وتطور سريع في مشاريع البنية التحتية والسكنية الحديثة. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.